ارسنال برينتون الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليغ الجوله 32 وان شاء الله كيفاش وين برينتون وان شاء الله وين كانت مباراه يعني وين ليناردو الذي سجل الهدف الاول في الشوط الاول اللي انتهى بهدف لصفر لصالح برينتون ليناردو الذي سجل في الدقيقه 29 شان يعني موبي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقه 67 امام ارسنال في ملعب استاد الامارات يعني في امام اعين انصار ارسنال امام ارتيتا امام يعني وين كانت مباراه كانت سيئه مباراه وين كان ضغط كبير رغم ان ارسنال وين حاول لكن بدون جدوى وين جانا وين نقولوا باللي اللمسات على الاستحواذ لمس نسبه الاستحواذ يعني 56% ارسنال 44 برينتون 204 تمريرات البرينتون 335 تمريره الأرسنال لكن بدون جدوى وين ارتيتا وين دخل بخطه 4-3-3 شاهدنا كيفاش وين جورام المدرب تاع برينتون اللي دخل بخطه 3-5-2-3-5-2 يعني وين خطه ذكيه تاع مدربين شاهدنا كيفاش وين ارون يعني في الحراسه بنجامين جابرييل سيدريك شاهدنا كيفاش تشيك شاهدنا ايميل البرت مارتين ساكا جابرييل اسكندر لاغازيت لكن نيكولاس بيبي ادوارد لكن بدون جدوى يعني وين نقولوا باللي وين ارسنال اليوم وين تلقى يعني بنادي كان منظم يعني وين شنا سانجيز في الحراسه تاع برينتون مارك شنا لويس جوليان شنا باسكال يعني مارك يعني انوك مسجل هدف يافيس يعني مونسيس داني ويليا يعني وين ليناردو كذلك المسجل الهدف الاول ليناردو هذا في الدقيقه 29 يعني كانت مباراه كانت شيقه مباراه يعني وين تلعبت من جانب واحد يعني وين ارسنال يضغط برينتون سجل هذه هي الجولة 32 أرسنال برينتون الدور الإنجليزي ممتاز للبريمير ليغ وانتهت المباراة بهدفين لهدف هدفين لصالح برينتون هدف لصالح الأرسنال وين مارتين الذي سجل الهدف في الدقيقة 89 هذه هي الجولة 32 أرسنال هدف برينتون هدفين في الدور الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ.